ضحى زين الدين هذه الصحفية المتميزة العاملة بجريدة الصباح والتي حاولت أن تكشف عن التجاوزات وعن الخرافات لإحدى المحميات بالدار البيضاء، محمية دار القمار اللي خرجت العائلات وشتات الأسر فإذا بها تحاصروا من طرف بعض البلطجية. القمارة حميتهم الصحافة والقمارة حميتهم الصحافة والقمارة حميتهم الصحافة والقمارة حميتهم الصحافة والتي تم اعتقالها في عين المكان من طرف هذه البلطجية وتعرضت للسب والشتم والتحرش الجنسي أمام مرأة ومسمع من رجال الأمن الذين لم يتدخلوا في الوقت المناسب، ولولا حضور قوات أخرى لما تعرض زميلتنا لأبشع الحدث التي تعرفونه. وبهذه المناسبة والبوليس مالك مخلوع، صحافة حق مشروع، والبوليس مالك مخلوع، صحافة حق مشروع، والبوليس مالك مخلوع، صحافة حق مشروع، والبوليس مالك مخلوع، صحافة حق مشروع. إخوانكم الصحفيين والمراسلين من جرائد مكتوبة وإلكترونية محليا تعلن تضامنها المطلق مع زميلتنا ضحى زين الدين. كذلك هذه الوقفة هي وقفة احتجاجية ضد المسؤولين الوطنيين في مختلف المسؤوليات الذين لا يريدون صحيح ما يقع بالجسد الإعلامي. فالصحافي معرض بالتهديد في روحه وجسده وأولاده ليس إلا أن يقول الحق. فأن الإعلامي الوطني الغير محمي سواء بقانون الصحافة الذي ما زال يؤكد على اعتقاد صحفي في أي موضوع حقيقي، ولنا نماذج عديدة وآخرها ما تعرض له الزميل رشيد نني في جريدة المساء سابقا. القمع لا يرهبنا والقتل لا يكفينا، الصحافة المغربية تحيي النضال فينا. القمع لا يرهبنا والقتل لا يكفينا، الصحافة المغربية تحيي النضال فينا. وقتلهم عدمهم والشعب خلفهم، وقتلهم عدمهم والشعب خلفهم، وقتلهم عدمهم والشعب خلفهم، وقتلهم عدمهم ولا الشعب خلفهم. إن التحكم في الإعلام الوطني هذا هو المشكل الحقيقي الذي نعانيه. الصحفي غير محمي، الصحفي معرض لكل أبشع صور الاعتداءات سواء من طرف المخزن أو من طرف المسؤولين أو من طرف المفسدين أو من طرف البلطجية في المطل الحبيب. فلهذا فتحية نضالية عالية لكل صحفي نزيه في هذا البلد، لكل صحفية نزيهة في هذا البلد. فنحن سنبقى مناضلين مدافعين على حرية التعبير ومدافعين على الصحفي النزيه ومدافعين على الإعلامي الحقيقي، لأن ما تعرض له ضحى زين الدين يمكن أن يتعرض له أي صحفي أو أي إعلامي سواء كان وطنيا أو محليا. فباسم إخوانكم وزملائكم في جسم الصحفي المحلي فإننا نعلن ونؤكد تضامننا مع الأخت ضحى زين الدين ومع جريدة الصباح ومع كل الذين تعرضوا للاعتداءات داخل الوطن الحبيب. فهذه وقفة أولية وصيغة نضالية أولية، ولنا نضالات أخرى حتى يتم تحرير كل ذلك القانون الصحافة الذي يحمي الصحفي والإعلامي. صحافة مناضلون صامدون صامدون، صحافة مناضلون صامدون صامدون، صحافة مناضلون صامدون صامدون، صحافة مناضلون صامدون صامدون، صحافة
القتلى مناضلون. اخواتي واخواني، وفي الاخير لابد ان نشكر كل اخوات في جمعيه المعطلين، وكل اخوان في الجسم الصحفي المحلي، وكل اخوان في الهيئات السياسيه والنقابيه والجمعويه والنسيج الجمعوي الحاضر معنا للوقوف تضامنا مع اختنا دوحة زين الدين ومع جريده الصباح، واحتجاجا على كل ما يتعرض له الصحفي النزيه بالمغرب. ولنا موعد اخر ان شاء الله.